امشي معنا مدم ساكت. شو مين انتو؟ امشي معنا احسن ما فضي المسدس براسك. مين انتو؟ امشي لشو؟ بتعرف هلا انه الجن الازرق ما بيعرف وينك؟ بتعرف انت يا سيد الضابط انك ما بتخوف. بتعرف ليش؟ لانه انتو مستعمرين. مستعمر بحياته ما بيخوف. بدك تقلي وين عربت صفا؟ ولا خليك تحلم تطلع من هون؟ ما خطباتك ما خطباتك رح تحلم حلم انت وكل شيشك تعرف وين راحت صفا. رح خليك تندم على هذا الحكي. خده. ايه عمي؟ طلع راسك يابس مثل صاحبك ابو عصام. بس اوعى تفكر انك رح تطلع من هون قبل ما تقلي وين هربت صفا. هون ما في قانون. اللي بدي اياه رح ساوي وما حدا رح يسمع فيك ولا حدا حيعرف وينك. اسمع. انت اسمع. شايف بعيوني في خوف شي. انا لو بدي خاف ما كنت ساويت الشي اللي ساويت. قد ما حكيت لك ما رح تفهم. أنا لو بدي خاف ما كنت ساويت الشي اللي ساويته. قد ما حكيت لك ما رح تفهم. انتو ناس بلا شرف بلا أخلاق. تو صرنا من فوق الساعتين عم ندور عليه وما كنا نلاقي له اثر. هلا فت على القهوه وحكيت مع الحكيم حمزه عديلي على التليفون. ما ملاقيين له اثر، ما له اسم بكل الادبارات بكل مستشفيات الشام. قال راح يدور عليه بالكركونات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. على الوصف طول بالك عمي، بدنا نطول بالنا. الله يرضى عليك. هلا بيجوا الشباب بيطمنونا. انا مالي خايف غير يكون هالابن الحرام اللي اجى لعنده على القهوه وعمل له طرنه كرمال قال له معه دينه يكون عامل له شيء. علي ما علي، إذا بيكون ماسس شعره من راس عمي أبو حازم لا خليه يندم على الساعة اللي ولد فيها. ما في كلام. صلي على النبي. صلي على النبي. اللهم صلي على سيدنا محمد. يا أبو عصام أبو عصام. حبيب الله يا شهيد.
والشهيد من أحبابي والشهيد حبيب يا عين يا عين وفي يا عين والشهيد أختي أم حاتم وحدي الله. قدر الله ما شاء فعل، واللي عمله أبو حازم شي بيرفع الراس. ضحى بروحه مشان ينفذ صفا، مو بس أنت بترفعي راسك فيه، الشام كلها بتشهد له. كان خايف على صفا كتير، كان حاطط جوات عيونه من يوم ما باتت على هالبيت. الله يرحمك يا أبو حازم، عاش كبير ومات كبير. الله يرحمه. استهدي بالله أختي، استهدي. يا ليل يا ليل يا ليل يا عاش تبكي يا عين والقلب مجروح على حبايبي أنا وقور يا ارجع لعبادك يا رب. ان شاء الله دايم يا عمي، بيت عامي. الف صحة وهنا يا حق على قلبك. يا عمي، في شغلة شغلت لي بالي بكل وقت تفكر فيها ما عم لاقي لها جواب. خير ابو حازم؟ لهلا ما التقى غريمه؟ لا والله يا عمي، لا والله. دبنا ودابت كعابنا وما خلينا باب وما طرقنا، ما عم نصل لنتيجه. وصلتوا لضبط الداخليه وعرفتوا شو مكتوب فيه؟ وصلنا، قال مكتوب فيه شغله تار وما تار، بس مو مظبوط. لك هدول كذابين عمي، كذابين. عمي هدول عم يتهربوا. والله العليم الفرنساوي اللي قاتل من ابو حازم كان كل عمره زقرته قبض هاي. اي والله عم تحكي مدوزن يا عمي. الظاهر الله يرحمه ما اعترف على قصة صفا. رحمة الله عليه. الله ييسر له. دفع روحه مقابل روحه المسكين. الله يرحم روحه يا رب. امين يا رب. والله يكف الظلم عنا بجاه لا اله الا الله، بجاه حبيبك محمد يا ربي. يا